شوف حتى التخويف هو تحبيب. يقول لك لا تسوي هاي ذبك بالنار، دير بالك لا تعصيني. ليش يخوفنا؟ ليش تخوفنا؟ يحبنا ما يدري بينا، هذا الدرب مو زين يخوف بينا، لا تسوونه. اذا فعلتم كذا هيك اسوي وهيك افعل وهيك كذا وهيك كذا. بعدين نروح الروايات اهل البيت شو يقولوننا؟ يقولوننا ترى يا جماعه غضبه قطره في بحر رحمته. بعدين يقول وسعت رحمته. شنو؟ وين يحط هاي؟ وين تنحط؟ حتى النار مظهر رحمته. ترى حتى النار هي تأديب، هي تخويف، بس يراد الواحد يفهمها ويلزمها صح ويدرك هالمطالب، يذوقها بلسان قلبه.